محارب على البطوله، كل التوفيق ان شاء الله بكره لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، ان شاء الله في تحقيق نتيجه ايجابيه تساعدنا على مباراه العوده ان شاء الله في مصر. هنبتدي النهارده اول فقرات برنامج الاشبال، ونبتديها مع الاخبار من الصحف والمواقع، وهنبتدي اخبارنا من موقع فيتو. شباب المقاولين العرب يهزم الزمالك 2-1 في بطوله الجمهوريه. كان فاز شباب المقاولين العرب على نادي الزمالك بنتيجه 2-1 ضمن مواجهات دوري الجمهورية. أحرز أهداف المقاولين أحمد محمد ومختار سليمان وظهر الذئاب بشكل جيد خلال شوطي المباراة. يقود الجهاز الفني للمقاولين العرب الكابتن مجدي مصطفى مديرا فنيا، كابتن أحمد كمونة مدرب عام، كابتن محمد عز مدرب، وكابتن علي يحيى مدرب حراس المرمى. هنروح لتاني أخبارنا أيضا من فيتو. شباب إنبي يفوز على النجوم بثنائية في دوري الجمهورية. فاز فريق إنبي بثنائيه على النجوم على ملعب انبي ضمن ايضا مباريات دوري الجمهوريه للشباب مواليد 97. احرز الثنائيه ثنائيه انبي محمد ماهر ومحمد محمود ميدو. يقود الجهاز الفني طبعا الكابتن صلاح مصلح مشرف فني على قطاع الشباب، والكابتن طارق عبد الله مدير فني، كابتن هاني عبد الله مدرب عام، وكابتن محمود بيومي مدرب، وايمن بسيوني مدربا لحراس المرمى. ايضا مستمرين مع فيتو. استياء في أندية الجيزة لتأخر كرة بطولة سوبر 2008. كانت الأدوار التمهيدية انتهت في بطولة سوبر 2008 في منطقة الجيزة، وتم وضع التصفيات النهائية، لكن كانت الأندية اعترضت على شكل المجموعات في التصفية النهائية. كان صعد 8 فرق: الزمالك وصيد الدقي والترسانة، شارية الدخان، صيد القطامية، كاسكادة، وحدائق الأهرام، وكوم الأحمر. كانت منطقة الجيزة عايزة تعمل 3 مجاميع، كل مجموعة من 3 فرق، والمجموعة الثالثة من فرقتين. كانت اعترضت الأندية، وكان الأفضل وأنا مع الأندية إن المجموعة في التصفيات النهائية يتم وضعها من مجموعتين، واللعب على ملاعب كمان محايدة. هنروح لخبر مهم، بس قبل ما عايز أتكلم عن الخبر اللي جاي، عايز نشوف دايما برنامج الأشبال يعني بنتبنى القضايا والقضايا المهمة، نشوف إحنا قلنا إيه من حوالي 3 أسابيع، وأرجع لحضراتكم مرة تانية. في برنامج الأشبال دايما بيكون لنا قضايا وقضايا مهمة بنطرحها ودايما بنوجد لها حل. عندنا قضية مهمة جدا، هي قضية فريق 2004. فريق 2004 في النادي الأهلي بيلعب في بطولة منطقة القاهرة. بطولة منطقة القاهرة معمولة من مجموعتين، النادي الأهلي صعد أول المجموعة، تاني المقاولين، التالت اتحاد الشرطة، وفي مجموعة تانية صعد منها إنبي وبعض الفرق التانية. الأدوار التمهيدية انتهت في هذه البطولة، ولسه كل الفرق منتظرة التصفيات النهائية. النادي الأهلي كان تقدم بشكوى رسمية في فريق المقاولين العرب وفريق اتحاد الشرطة ان في بعض اللاعبين اوراقهم غير رسمية. القضايا اللي احنا بنطرحها دايما هنا في برنامج الأشبال موضوع التزوير وموضوع التسنين. فريق 2004 للحظة اللي احنا موجودين مع حضراتكم فيها وخلاص كل الدوريات بتقرب على الانتهاء، لسه منطقة القاهرة ما حطتش التصفيات النهائية جدول المباريات لفريق 2004. لازم من منطقة القاهرة زي ما احنا دايما بنشيد بمنطقة القاهرة هنا في برنامج الأشبال، ودايما كل القضايا اللي احنا بنطرحها بيوجدوا لها حل، ودايما بيكون في حل سريع وكمان وفعال في قضايا كتير. النهارده لازم منطقة القاهرة تتدخل تشوف النادي الأهلي تقدم، وقول لحضراتكم تاني النادي الاهلي تقدم باوراق رسميه في بعض من لاعبي المقاولين واتحاد الشرطه، اوراقهم غير رسميه، القضايا اللي احنا بنحاربها. والنهارده احنا كمان بنتكلم على يعني خلاص انتهاء الدوريات، كل الدوريات بتقرب على انتهاء، متبقي شهر وكل الدوريات هتنتهي، علشان داخلين على شهر رمضان، والحاجه الثانيه كمان علشان الولاد الصغيره عندها امتحانات، فاحنا لسه في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها لسه التصفيات النهائيه أو جدول المباريات ما اتحطش. أتمنى من منطقة القاهرة اللي دايما بيتجاوبوا معانا يوجدوا حل لهذه المشكلة، وحل كمان سريع. القضية دي كنا اتكلمنا فيها من حوالي شهر هنا في برنامج الأشبال، هي موضوع التزوير والتسنين. في دوري 2004 وزي ما أقول لحضراتكم النادي الأهلي كان تقدم بأوراق رسمية لمنطقة القاهرة في بعض أو في لاعب في المقاولين العرب كانت أوراقه غير رسمية. معانا الخبر دلوقتي وبنشكر منطقة القاهرة على الاستجابة، ودايما بتكون في الميعاد منطقة القاهرة. منطقة القاهرة تستبعد المقاولين من مسابقة السوبر 2004 بعد شكوى الأهلي. قررت منطقة القاهرة لكرة القدم اللي طاح بفريق المقاولين العرب مواليد 2004
من قرعة التصفيات النهائية لدوري سوبر المنطقة بعد ثبوت شكوى النادي الأهلي ضد إجراءات قيد شيكا لاعب الذئاب اللاعب اسمه شيكا بعد ظهور شهادتي ميلاد للاعب إحداهما 2001 والأخرى 2004. يعني اللاعب شيكا كان عنده شهادتين ميلاد، واحدة 2004 واحدة 2001. تخيلوا النهاردة لما يبقى عندي ولد 2001 18 سنة 17 سنة بيلعب مع أولاد عندهم 13 14 سنة. وأعلنت المنطقة إجراء الكرة يوم السبت، تم تصعيد فريق الضرب الأحمر مكان المولين العرب، فأصبح النهاردة التصفيات النهائية فيها الضرب الأحمر، النادي الأهلي، وادي دجلة، الشرطة، شباب المعادي، وإنبي. وتعد وقاعد عدم ثبوت أوراق قيد لاعب المولين هي الثانية في القطاع هذا الموسم بعد ثبوت صحة شكوى الغابة ضد الونش لاعب الذئاب مواليد 2005. النهاردة دي القضية الثانية أو الملف الثاني في المولين العرب، الملف الثاني أو القضية الثانية المولين العرب. كانت القضية الأولى في مواليد 2005 وثبوت برضو أيضا تزوير اللاعب إبراهيم الونش مواليد 2005، وكان تقدم نادي الغابة في شكوى في المولين العرب وثبت برضو صحة كلام الغابة وتم استبعاد اللاعب. كان المولين لسه كان في بداية الدوري والغابة تقدم بالأوراق الرسمية واستمر نادي المولين العرب وتم خصم النقاط اللي لعب فيها اللاعب. لكن النادي الأهلي بعد تقديم أوراق لمنطقة القاهرة كان اللاعب لعب كل الدوري، فالنهاردة تم استبعاد نقاط المولين العرب، فالنهاردة دي يعني وقع التزوير فتم استبعاد المولين العرب. طبعا بنشكر منطقة القاهرة دايما بتكون عند الميعاد، دايما ما بتسيبش قضية إلا لما بتبحث فيها، وإحنا بنشكرهم دايما على الجهد اللي بيعملوه. هروح دلوقتي لمكالمة هاتفية مهمة جدا مع الأستاذ محمود درويش صاحب الخبر. ازيك يا استاذ محمود؟ السلام عليكم كابتن اسامه، ازي صح؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كابتن اسامه، والله منور الدنيا. ربنا يخليك، انت طبعا صاحب الانفراد وبنشكر فيتو على تغطيه هذا الخبر. عايزك تحكي لي بقى تفاصيل هذه الواقعه يا استاذ محمود. في لاعب في نادي المقاولين، هو منطقه القاهره يعني ما اعلنتش القرار، بس لكن هي قالت ان القرعه هتتعمل بكره ان شاء الله، وحددت ان الضرب الاحمر دخل مكان المقاولين في القرعه، ففيما معناه ان استبعاد نادي المقاولين العرب في مسابقه 2004 بسبب وجود يعني عدم صحه قيد لاعب المقاولين شيكا الشهير، لاعب اسمه شيكا. تمام. نادي الاهلي اللي انا عارف النادي الاهلي وصل له شهادتين ميلاد لنفس اللاعب، واحده مواليد 2001 وواحدة مواليد 2004. فالنادي الأهلي قدم شكوى رسمية لمنطقة القاهرة، ومنطقة القاهرة تحت قيادة المستشار خالد السمان لجنة الشؤون القانونية بثت في الموضوع وراحوا المدرسة بتاعة اللاعب، ودلوقتي في إجراء قانوني كمان ضد والد اللاعب في اسم البساتين، وفي قضية معمولة بخصوص هذا الأمر. يعني في لسه القضاء بينظر في هذا الموضوع. فمنطقه القاهره حققت في الامر فوجدت ان اللاعب فعلا، ومع بالتحقيق مع الامر تاكدوا ان اوراقه غير صحيحه، ولهذا تم اتخاذ هذا القرار. طيب ده بالنسبه للمقاولين العرب، استبعاد المقاولين العرب من بطوله سوبر منطقه القاهره 2004. طب بالنسبه 2004. للاعب ايه ممكن الاجراءات اللي تكون على اللاعب شيكا استاذ محمود؟ اللاعب المفروض بيبقى ايقاف بقى، يعني هو ممكن ايقاف، ممكن ايقاف يصل لسنه مثلا، وبعد كده يلعب في السن الطبيعي بتاعه. ممكن يتشطب، هو بيتشطب ويقاف سنه. ده في اللائحه، والمفروض اساسا ان يبقى في لائحه اخرى لمثل هذه الامور. يعني مثلا يبقى يتم الاستبعاد نهائيا، يعني ما ينفعش لاعب بقى مزور ويلعب تاني، يعني تبقى حاجه، يبقى في قانون رادع اكثر من اللائحه اللي موجوده حاليا. طب اللائحه المفروض اتفضل. اللائحه حاليا بتشطبه مثلا سنه، وبعد كده ممكن يرجع يلعب مثلا بعدها بسنه او 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 او, أو اكثر، يعني اقل من كده. طيب دي الحاله الثانيه يا استاذ محمود في نادي المقاولين العرب، وانتوا كنتوا برضو كتبتوا في موقع فيتو الحاله الاولى كان اللاعب على ما اعتقد ابراهيم الونش في دوري 2005، لكن ما كانش تم استبعاد المقاولين العرب من بطوله 2005. هو في بطوله 2005 الموضوع اتعرف في مرحله المجموعات، تمام، وتم خصم 13 نقطه من نادي المقاولين
والمفروض بيصعد اربع فرق، فالمقاولين صعد كثالث في التصفيات النهائيه بعد حذف النقاط، والمقاولين لعب التصفيه النهائيه وحاليا دلوقتي بينافس على المركز ممكن الرابع او الخامس. يعني هو اخر ماتش بكره في التصفيه النهائيه المواليد 2005 واللي حسمها إنبل صالحه، ويليه الاهلي، يعتبر الاهلي برضه في المركز الثاني بقياده الكابتن احمد سمير بيبو. منافسه صعبه، بس يعني انا شايف ان موضوع التزوير والقضاء عليه ده المفروض يبقى يواجه باشد الاجراءات من منطقه القاهره ومن اتحاد الكوره، لان في اكثر من حاله لهذا الموسم، مش منطقه القاهره بس، ده في الاليويه كمان وفي اكثر من منطقه. طب انا عايز برضو اخد رايك، الظاهره انتشرت قوي وبقت بصوره كبيره، والنهارده بتهدد برضو يعني مستقبل ولاد صاعدين وواعدين، ممكن لعيبه تانية بتاخد فرصهم. احنا طبعا كل الاحترام لنادي المقاولين العرب، وبرضو الاداريين داخل الانديه لازم تعمل عمليه استعلام قويه جدا عن كل لاعب، ممكن الاداري بيجي له ورق سليم هنا ورق سليم هنا، فلازم برضو يكون عمليه يعني تحري من الورق بتكون بشده يا محمود. وطبعا يعني احترامنا لنادي المقاولين العرب من الانديه الكبيره، لكن عايز اعرف رايك في هذه الظاهره وانتشارها وتهديدها برضو لمستقبل الناشئين الموهوبين داخل قطاعات الناشئين في مصر. هو للاسف يا كابتن اسامه موضوع التزوير ده ازمه كبيره، والانديه للاسف يعني بتقع في المطب ده. يعني المقاولين مش هو اللي مدور، يعني هو الناس هي اللي مدوره. تمام. في ناس محترفه في التزوير، يعني تلاقي جايب ورق سليم جدا، معاك ورق سليم وجايبه وانت على هذا بيتم قيد اللاعب في النادي وفي منطقه القاهره. تمام. فالمفروض يبقى في اجراءات اشد من ممكن بقى مثلا يعملوا اجراءات ثانيه بخصوص القيد، اللي هي مثلا شهاده الميلاد، بيان قيد الاسره. تمام. حاجات زي دي المفروض يبقى في اجراءات افضل، والمفروض يتعمل، انا افضل ان يتعمل دورات تدريبيه للاداريين في المناطق. تمام. بخصوص عمليات القيد وبخصوص عمليات التزوير. يعني دلوقتي انت بتلاقي كده في تحايل شديد جدا. تمام. وتلاقي للاسف ولي امر تلاقي هو اللي بيمضي ان ابنه مواليد 2001 مثلا وهو مثلا 2005، وفي الاخر هو مش مستفيد حاجه. يعني انت بتلعب ثلاث سنين ولا اربع سنين، وبعد كده ابنه مثلا بيبقى بطل قبل ما يوصل للفريق الاول. تمام. انا بحييك على الفكره دي يا استاذ محمود، ان يبقى في دورات تثقيفيه للاداريين داخل الانديه عشان عمليه يعني تسجيل اللاعبين. استاذ محمود درويش صحفي موقع فيديو، شكرا جزيلا لك. بالمناسبه احنا يعني مع نادي المقاولين العرب، مش ضد المقاولين العرب، نادي المقاولين العرب من الانديه المحترمه، من الانديه الكبيره اللي خرجت محمد صلاح للكره المصريه، خرجت محمد نني للكره المصريه. احنا ضد هذه الوقائع من التزوير، ولازم زي ما الاستاذ محمود درويش بيضم صوته لصوته، لازم منطقه القاهره والاتحاد المصري قبلهم اللي بيشرف على اللعبه كلها، لازم يتم عمل دورات تثقيفيه للاداريين داخل الانديه علشان نتصدى لهذه الظاهره. هروح ايضا لاخبارنا، مستمرين مع طيب معانا الاستاذ احمد محفوظ عضو مجلس اداره منطقه القاهره. ازيك يا استاذ احمد؟ كابتن اسامه ازي حضرتك، عامل ايه؟ تمام الحمد لله. دايما في برنامج الاشبال بنشيد بالدور الفعال والكبير اللي بتقوم بيه منطقه القاهره، والتصدي كمان لهذه الظاهره، ظاهره التزوير والتسنين، ودايما بتكونوا في الميعاد وبسرعه كمان. احكي لنا تفاصيل وقعت، برضو كان معانا الاستاذ محمود درويش يعني كان كتب الخبر في فيتو، في موقع فيتو، فعايز اسمع من حضرتك برضو، وانتوا كنتوا اصحاب القرار في هذه الواقعه يا استاذ احمد. بص يا كابتن، الاول بندعو الاهلي ان شاء الله الفوز بكره في مباراه سان داون ان شاء الله، وبنشكر البرنامج الجميل ده اللي بيهتم بالناشئين. الواقعه ده لعيب كان اسمه يوسف في المقاولين العرب، ويوسف اتضح لما الاهلي قدم اعتراض فحصنا الاوراق واتضح فعلا تزويره، ولقينا حاجه غريبه جدا يا كابتن. يعني احنا حصلت مره واحده قبل كده تقريبا من خمس ست سنين ان ابو الولد كان عنده ولد بنفس الاسم وتوفى وبعدين احنا لما جبناه قلنا له طب ما عملتش شهاده وفاه لابنه، لو انت بتقول ان انا كان عندي ابن وتوفى وده مش هو ده. طبعا الحجج اللي هي الواهيه اللي مش ممكن حد يصدقها، لكن فوجئنا بحاجه ثاني، ويمكن يعني دي اللي خلصت الموضوع واثبتت سوء النيه، ان كان عنده بنت وتوفت وطلع لها شهاده وفاه بعده بسنه. فاصبح الموضوع واضح والتزوير واضح، وللاسف ان هذا اللاعب سافر اليابان معانا السنه اللي فاتت منتخب القاهره يعني. وتم الغاء جميع المباريات اللي شارك فيها يوسف لكل الانديه. واحنا دايما زي ما حضرتك بتقول كده
احنا لا نتهاون في موضوع التصوير ده حفاظا على اولادنا وعشان اجيال تنفع المنتخبات المصريه. واحنا بنشيد بيكم دايما يا استاذ احمد، ومنطقه القاهره بدورها الفعال والكبير دايما بتكون متواجده في قلب المشاكل ودايما في حل سريع. اللائحه بقى، عايز ارجع للائحه برضه، ده لاعب يعني في تزوير والواقع امام النيابه وانتوا خدتوا الاجراءات، لكن برضه دايما بنشوف برضه مستقبل اللاعب. اللائحه بتنص على ايه في هذه الحاله يا استاذ احمد؟ اولا موضوع ان الموضوع في النيابه احنا بنترفع عن هذا الموضوع وبنبعد عنه لان مش بتاعتنا. تمام. خلاص ده موضوع النيابه، هي الحريصه على الدعوه العموميه هي تتصدى ليها. اللائحه بتقول ان المباريات اللي شارك فيها اللاعب. تمام. وده فعلا اللي حصل، واحنا لغينا جميع المباريات اللي شارك فيها اللاعب. طبعا كمنه بيلعب في المقاولين فاكيد تقريبا 90% هتلاقيها فوز. عشان كده الفرق اللي هي لغتنا لها المباريات فعملت موضوع تساوي الفرص ما بين الانديه كلها، يعني احنا ما شلناش ماتش الاهلي بس ولا الكلام ده كله، لان التزوير عام. يعني في فرق بين التزوير العام والمطلق والتزوير النسبي. التزوير النسبي ده مثلا زي واحد خد 3 انذارات ولعب، فده حاجه نسبيه. تمام. يبقى العقوبه للماتش ده بس. تمام. لكن الجنرال او التزوير العام بيتلغي كل المباريات، وده فعلا تم. طب واللاعب هل هيتم ايقافه؟ هل ممكن يرجع السنه الجايه يشارك بقى في مسابقته هي 2001 ولا بيبقى يكون الوضع يا استاذ؟ ده بيرجع للمقاولين العرب بقى. بيرجع للمقاولين العرب، وموضوع التزوير ده هو موجه لوالده مش ليه هو، انت عارف هو طفل. فيكون بقى المقاولين العرب يشوف مستواه مؤهله ان هو يلعب في 2001. دي حاجه ترجع لهم، ويرجع يعيد قيده من جديد ويبقى هو قيده كده سليم في 2001. تمام. استاذ احمد محفوظ عضو مجلس اداره منطقه القاهره، شكرا جزيلا لحضرتك. هنروح برضو مستمرين مع حضراتكم اخبار الناشئين في الصحف والمواقع. برضو عندنا خبر مهم جدا، واخر استعدادات منتخبنا الشباب منتخب مصر بقياده الكابتن ربيع ياسين. منتخب الشباب يضم 24 لاعبا لدوره شمال افريقيا. كل التوفيق طبعا للكابتن ربيع ياسين والجهاز الفني. عايز اقول لحضراتكم ال 24 لاعب اللي انضموا لمنتخب مصر: حمزه علاء ومحمد مغربي وهاني عمرو ومحمد اشرف ومحمود صابر، حماده الفيل وحسام ياسين من الاهلي، ايهاب العايدي من المصري، مصطفى الروبي من وادي دجله، محمود العشري وعبد الله عادل وزياد محمد واحمد مسعد من انبي، فارس مجاهد من سموحه، احمد عيد وحسام اشرف من الزمالك، محمد شحاته وهاني عنتر من طلائع الجيش، محمود صابر من النجوم، حسام حسن من غزل المحله، ابراهيم عادل من بيراميدز، محمود العالمي من بتروجيت، وزياد طلبه واحمد سالم من المقاولين العرب. اختيار ايضا 7 ناشئين من النادي الاهلي، ده يعني بيبين يعني مدى الشغل اللي داخل قطاع الناشئين. زي ما احنا شايفين من البوابه اختيار 7 لاعبين من الاهلي في منتخب الناشئين. عفوا هقول لاعبين لحضراتكم مره ثانيه: حمزه علاء في حراسه المرمى، محمد المغربي، هاني عمرو ومحمد اشرف ومحمود صابر وحماده الفيل وحسام ياسين. البطوله ان شاء الله فيها منتخبات مصر والجزائر والمغرب وتنزانيا وكينيا. كل التوفيق طبعا للكابتن ربيع ياسين اللي معانا على الهاتف. ازيك يا كابتن ربيع؟ اهلا كابتن اسامه، ازي صحتك يا اسامه؟ اهلا بيك، موفق دايما. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيك. كل التوفيق ليك ان شاء الله في اولى مبارياتك بكره ان شاء الله يا كابتن ربيع. طمن بقى جمهور مصر على اخر استعدادات كابتن ربيع ياسين ومنتخب الشباب لدوره شمال افريقيا. لا ان شاء الله كل خير، احنا بنحاول نعمل جيل جديد لمصر بمشيئه الله تعالى. بطوله مهمه جدا زي ما حضرتك قلت، فيها الجزائر وفيها المغرب وفيها كينيا وفيها اسبانيا، اكيد قويه جدا. بطوله طبعا هتوقفنا على 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 اللي احنا محتاجينه، اذا كان في سلبيات اذا كان في ايجابيات، مين اللي هيكمل من اللاعب الدولي من اللاعب المحلي من اللاعب اللي يصلح او لا يصلح، حاجات مهمه جدا. احنا طبعا عملنا معسكر قبل ما نيجي لمده 9 ايام 10 ايام، نصهم كان مقفول ونصهم مفتوح. يعني قبل ما نيجي لعبنا ماتشين وتقيل، ماتش مع حرس الحدود وتعادلنا فيه 0-0، وماتش مع فريق كوكولا وكسبناه 3-0. تمام. الناس كلها كويسه، الاولاد كويسين جدا الحمد لله، بيستمعوا كويس جدا وشغالين بقى على التمرينات، وعملنا مجموعه تمرينات ان شاء الله فيها الجوانب البدنيه، بنطور في الجوانب البدنيه والجوانب المهنيه والخصوصيه والصفات الاراديه. الحمد لله الاستيعاب كويس جدا، اللعيبه مقدره، ان شاء الله يكونوا جيد كويس يثبتوا وجودهم ويحققوا نتيجه كويسه ويعملوا اداء ويعملوا بطوله كويسه بامر الله تعالى ويثبتوا وجودهم يا استاذ. وان شاء الله وانت قادر يا كابتن ربيع زي ما عملت جيل قبل كده بتاع صالح جمعه المنتخب لمصر، ان شاء الله قادر انك تعمل كمان جيل يعني تستفيد منه الكره المصريه. قول لي بقى، وصلت للتشكيله الرئيسيه يا كابتن ربيع والقوام الرئيسي ولا لسه برضه في عمليه انتقاء اللاعبين؟ لا هو لسه طبعا، احنا لفينا لفه قبل ما اجي في فبراير ومارس، لفينا لفه في محافظات مصر عشان برضه ملفه بجيل انتقاء، يعني عشان برضه ما نظلمش في عدد كبير جدا اكثر من حوالي 90 لاعب
جمعناهم ونشوفهم في ابريل ده باذن الله قبل ما ينتهي الموسم بتاعهم. انما انا اكيد وصلت العدد بس لسه القناعه مش موجوده. ولحد اخر لحظه البناء شغال وفي نفس الوقت انا قدامي ماتشات. تمام. مين اللي هيبقى في الماتشات دي يا اسامه اللي هو اللاعب ان شاء الله الدوري؟ انما في بشائر بشائر وحش كويس. كويس. في بشائر كويس. في نجوم، في لعيبه، في استعداد، في التزام، في تركيز، في مهاره، في نتائج، في فنيات، بس ان شاء الله القناعه تيجي باذن الله تعالى اللي يستمر ده. انا يهمني يا اسامه الاستمراريه بامر السن. الولد ده في مرحله مهمه جدا خطيره، بيروح ويجي بيروح ويجي بيروح ويجي. فنتمنى ان هم يستمروا بفنياتهم ان شاء الله وبشخصيتهم، وهم في نفس الوقت احنا عاوزين لعيب فنياته عاليه جدا يا كابتن اسامه عشان يقدر يواجه ويقدر يحقق. فان شاء الله الرحمن اكيد وصلت التشكيل، وصلت القوام، هشتغل بيه بكره ان شاء الله، ويا رب يكون عم بحضر. اول مباراه بكره ان شاء الله امام منتخب كينيا يا كابتن ربيع. الساعه 3:15 بمشيئه الله تعالى قدام كينيا. كان في البطوله ليبيا واعتذرت وتونس واعتذرت، فاللي دخل مكانهم تنزانيا وكينيا. بكره ان شاء الله كينيا، ويوم الاثنين بمشيئه الله تنزانيا بمشيئه الله. لا هي بطوله قويه وهيبقى فيها استفاده كبيره طبعا، الجزائر، المغرب، كينيا، تنزانيا، يعني لا بطوله واستعداد قوي. كنا سمعنا ان في مشاكل بتواجه شويه يعني منتخب الشباب في اللبس وكده، هل كل الامور توفرت ولا لسه ما زال في مشاكل يا كابتن ربيع؟ لا توفرت، انا مش شاغل نفسي بالاداريات دي ولا مش شاغل نفسي باللبس، احنا مش شاغل نفسي ده بالنتيجه وهنلبس اي لبس وهنلعب باي، لكن تمام يهمني الجانب الفني يا كابتن اسامه، انا بعد الاولاد وبعد نفسي تماما، وان شاء الله اللبس هيبقى موجود النهارده. كان معنا الكابتن باجي مشرف على الفريق موجود امبارح، وان شاء الله في مصر جاينا اللبس النهارده وكل الامور تمام ان شاء الله، مفيش مشاكل لبسيه تبقى معانا ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق للكابتن ربيع السين المدير الفني لمنتخبنا الوطني للشباب، طبعا كل الجهاز الفني. شكرا جزيلا للكابتن ربيع ياسين. عايز اتعرف مع حضراتكم برضو على جدول مباريات منتخب الشباب ببطوله شمال افريقيا. الفرق زي ما قلت لحضراتكم كينيا وتنزانيا والجزائر والمغرب بكره ان شاء الله، يعني هيبتديها منتخب مصر. هي البطوله من 6 ل 14 ابريل هيبتدي منتخب مصر اولى مبارياته بكره ان شاء الله امام منتخب كينيا، ثاني مباريات امام تنزانيا يوم 8 ابريل، الجوله الثالثه يوم 12 امام الجزائر، ويوم 14 امام منتخب المغرب. البطوله هتقام على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب. كل التوفيق طبعا للكابتن ربيع والجهاز الفني. هنروح دلوقتي مع حضراتكم مع فقره النتائج، جرافيك نتائج القطاع خلال الاسبوع اللي فات، واستعرض مع حضراتكم نتائج فرق قطاع الناشئين. يعني ما شاء الله برضو عندنا في بطولات تم احرازها في قطاع الناشئين، بطوله 2001 وبطوله 2000 وكمان 97 بطوله جايه في الطريق خلال مباراه. مواليد 2005 الداخليه والاهلي، فوز الاهلي فوز كبير على الداخليه 5-0. مواليد 2003 الاهلي وطلائع الجيش التعادل الايجابي 1-1. الاهلي وحلوان القبليه مواليد 2002 وفوز الاهلي 3-2. مواليد 2001 الاهلي وبتروجيت 4-3 وفوز الاهلي، وبالمناسبه دي المباراه الاخيره في دوري 2001 بعد ما حسمها 2001 رسميا قبل انتهاء البطوله باربع اسابيع. مواليد 2000 ايضا حسم البطوله الاهلي وسرايا القبه وفوز الاهلي 2-1. مواليد 97 الاهلي ومصر المقصه 2-0 وفوز الاهلي على مصر المقصه في ملاعب الناشئين في مدينه نصر، ويعني واصبح مواليد 97 شباب الاهلي يعني ناقص له مباراه كمان ان شاء الله يكسبها يبقى حسم ايضا البطوله قبل انتهاء البطوله بخمس اسابيع. هنروح دلوقتي لفقره اهداف الاسبوع بالصوت والصوره. شكلها هتترفع كده ونركز الهيدر سمين، هيدر دفاع ولا هجوم؟ انما رايحه على طول هناك جول. تسحب من بلتاجي، بلتاجي يعطي الهديه، بلتاجي يعطي الهديه، هدف في البدايه بيسجله على محمد عبد المنعم، هدف مسجل محمد عبد المنعم الهدف، بنقول الهدف جاي بعد ثلاث دقائق. محمد عبد المنعم قلب الدفاع دايما بيطلع يلعب بالراس دخل مع الكوره ويسجل اول الاهداف. والركله الحره فخري 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 عاليه، الكوره من رجلك يا فخري الى المرمى جول، خدعت الكل عدت وفاتت، ومحمد فخري يسجل هدف لاطمئنان لفريق النادي الاهلي في الدقيقه كام؟ في اخر الدقيقه 41 من الشوط الثاني، يتقدم فريق النادي الاهلي على فريق المقصه بهدفين للاشياء. انما الكرات الثابته دايما بنقول عليها مش في كل الدوريات، الكرات الثابته لازم تتعمل في الساحه.
اتلعبت في اتجاه الملكي. عدى عدى يلعب عرضيه وادي الهدف الاول للنادي الاهلي. يا ولد يا ولد علي عمرو قطع وسرع على القائم الاول واتلعبت جميله من الملكي جوه الجون. هدف اول للنادي الاهلي عن طريق الولد علي عمرو بالقميص رقم 10 يضع الهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه رقم 10 من احداث شوط اللقاء الاول. محمد عبد الحميد باسيوني وركله الجزاء جول جوه جول. هدف تاني للنادي الاهلي عن طريق محمد عبد الحميد باسيوني. ثبته ووقفه ولا راح يمين ولا راح شمال وحطها له على يمينه. حارس المرمى وقف مكانه لا راح يمين ولا راح شمال. ميسي لسه في الملعب لما ميسي لكن معاه حشيش. لعبت سريعه مواردي يا ولد جول. مواردي اتوظف في ثلاث اماكن عدت استلم حط يا راجل جول. الحالي يلعب مره ثانيه باسيو علي عمرو قطع علي عمرو عدى مر فات يا ولد حط يا راجل بقى جول جوه جول. هدف ثالث للنادي الاهلي عن طريق اللاعب علي عمرو 3-2 لصالح النادي الاهلي. هدف ثالث. هنروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مرة تانية. أهلا بحضراتكم من جديد. دايما في برنامج الأشبال بنهتم بكل الفرق داخل قطاع الناشئين، الفرق اللي بتلعب دوري الجمهورية، الفرق اللي بتلعب منطقة، وكمان ايضا براعم النادي الاهلي ومدرسه الكوره بالنادي الاهلي. النهارده كانت كاميرا الاشبال موجوده مع فريق 2007 مدرسه الكوره وبراعم النادي الاهلي في مهرجان او في الحفل الختامي لمهرجان براعم منطقه القاهره. كانت كاميرا الاشبال موجوده مع الجهاز الفني 2007 نشوف قالوا ايه ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. الحمد لله وبرحب بكم طبعا قبل اي شيء وتعبانين معانا طول الموسم كتر خيركم طبعا. وطبعا ده المعتاد يعني في نهايه كل مهرجان بيعملوا حفله تكريم الولاد، شهادات تقدير بالنسبه للولاد وميداليات، وده اقل حاجه يعني الولاد كلهم يخرجوا في نهايه الموسم تعبانين مرهقين ذهنيا وبدنيا، موسم دراسي طويل، موسم كره طويل، فده اقل حاجه بنعملها لاولادنا طبعا وبنكرمهم، وكلهم ابطال يعني ما فيش مكسب وخساره، كل الولاد ابطال، كلهم فايزين، كلهم خارجين مبسوطين. حققنا احنا كفرقه النادي الاهلي الغرض اللي مطلوب من المهرجان، ان احنا شاركنا اكبر عدد ممكن من اللعيبه. احنا بالورقه والقلم 55 لعيب من ضمن القيود المتقيدين شاركوا في المهرجان، وده الغرض المطلوب منه. كل الاولاد بيلعبوا بارتياحيه، بيلعبوا بدون ضغوط، بدون اي حاجه، بنشارك اكبر عدد ممكن من الاولاد، كل واحد بياخد فرصته، بنقدر نقف على مستوى الولاد من خلال المشاركه ديت، نقدر نقيم اللعيب اخر الموسم، نقدر نحدد طبعا اكيد كل سنه بيبقى في احلال وفي تجديد وفي عناصر جديده بتدخل، في عناصر بتخرج، فلازم يكون الولد شارك ولعب عشان نقدر نقيمه ونقدر نحكم عليه. الحمد لله طبعا ان الواحد بيمتلك الملكه ديت. احنا بالنسبه للاولاد الصغيرين انا مش مدرب، انا الاول مربي معلم وبعد كده باجي
مدرب، لان انا بعلمه حاجات كتيره جدا. انا مش بدرب بس او بعلمه حاجات فنيه في الكوره بس، لا، احنا في عادات، في تقاليد، في قيم، في مبادئ، في حاجات كتير جدا بناكد عليها، بنهتم بالنواحي العلميه والدراسيه بتاعه الولد خلال الموسم. لازم الاثنين بنقول له يمشوا مع بعض، تبقى زي ما انت مركز في التعليم لازم تركز في الكوره معانا، وسن التعليم اكتر كمان، ده بيديك نسبه كبيره جدا ان انت تطلع لعيب فاهم متعلم مثقف، تقدر تتعامل مع جميع الاعمار، مع الولاد، وتقدر تتعامل مع جميع المدربين اللي هتمر معاهم خلال التمرين بتاعك. بشكر طبعا منطقه القاهره على الفكره طبعا، ويمكن احنا من اول الناس اللي فكرنا في الموضوع ده. كان متواجد ساعتها الكابتن عادل طعيمه، كان اتكلم في الجزئيه دي، حته المهرجان مش عايزين يبقى في ضغوط على الولاد، والحمد لله استجابوا للمنطقه وبقى في المهرجانات زي ما حضرتك شفت. يمكن احنا الفرق اكتر فرقه بتشارك لعيبه هي 2007، حضرتك عارف ان احنا عندنا يمكن كم كبير من الفرق لعيبه كتير جدا في 2007، يمكن بس يمكن ان هي 2007 عندنا فيها عدد مميز كتير قوي، واحنا السنه دي شاركنا لعيبه كتير جدا، يمكن اكتر فرقه زي ما حضرتك بتقول شاركت لعيب، يعني احنا شاركنا حوالي اكتر من 45 لعيب، وزي ما حضرتك شايف ما فيش ضغوط على الولاد. يمكن تقييمنا خلال السنه كامله واحنا بندي مساحه للولاد كتيره جدا، واتمنى ان شاء الله السنه الجايه لو في سلبيات في الجزئيه بتاعه المنطقه تتعالج. يمكن هي اللي بتقابلنا حته برضو الولاد المسننه والكلام ده، دي قصه كبيره وحضرتك متابعها ولازم يبقى فيها موقف. كلام مهم جدا قاله كابتن محمد عبد العزيز المدير الفني لفريق 2007، وايضا الكابتن تامر حفني. عايز اقف عند الكلام ده، دايما في مدرسه الكره وفي البراعم مفيش مكسب ولا خساره، ودي نصيحتي هنا ورسالتي لاولياء الامور، خلي ابنك دايما يستمتع بكره القدم، بلاش ضغوط عليه. وطبعا بنشكر ايضا برضو منطقه القاهره ان في هذا المهرجان بيتم تكريم جميع اللاعبين، مفيش فرقه مختصه بس هي اللي بيتم تكريمها هي الفايزه، لا، كل الولاد في هذا اليوم او في هذا المهرجان بيتم تكريمهم، ودي حاجه مهمه جدا ونصائح مهمه جدا. بشكر الكابتن محمد عبد العزيز ايضا والكابتن تامر حفني على هذه الرسائل المهمه. بكررها تاني، في الاعمار السنيه الصغيره ما ينفعش نحط ضغوط او ضغوطات على الولاد الصغيرين، لازم يستمتع، وفي الاخر مفيش مكسب ولا خساره. اروح ايضا برضو اشوف مدربي الفرق الاخرى قالوا ايه وارجع لحضراتكم مره تانية. هي بطولة فعلا ولادة للولاد للنجوم، كل نجوم الكبار ابتدوا وهم في السن دون، وكانوا لعيبة من صغرهم بيبشر بالخير، واحنا معانا مجموعة ما شاء الله لعيبة كويسة، والحمد لله. يعني احنا دي ما فيهاش مراكز، ولكن الحمد لله احنا واخدين مركز اول بالنقاط، يعني احنا مش باصين لمركز ولكن باصين للاداء والمشاركة بتاعت الولاد عشان نطلع لعيب كويس، نطلع ولد ما يبقاش تحت ضغط وهكذا. يعني بتدوس على حتة التعليم اكتر من ان انت بتعلم حاجه وخلاص، لا، انت بتقرر التدريب، بتقرر عشان الولد يفهم ويستوعب، وبالتالي بيبقى الحمد لله يعني الامور ماشيه كويس. محمد وائل ويمثل حراسه المرمى، بلعب في حراسه المرمى ويمثل اعلى من النوير. محمد شكري بلعب في نادي المقاولين، بلعب نص ملعب، مثل الاعلى محمد النني. احمد حسن كامل باك رايت، مثل الاعلى محمد صلاح. احمد محمد سمير باك رايت، مثل الاعلى محمد صلاح. اسمي محمد تركي، بلعب في نادي المقاولين، بلعب باك رايت، مثل الاعلى داني الفيش. يوسف ايهاب، بلعب باك ليفت، مثل الاعلى محمد صلاح. احمد خالد فكري، بلعب في نادي المقاولين العرب مركزي فرود، مثل الاعلى محمد صلاح. اسامه محمود حمدي، مركزي فرود، مثل الاعلى كريستيانو رونالدو. محمد مدحت سمير، بلعب باك ليفت، مثل الاعلى مارسيلو. بنشكر منطقه القاهره على التنظيم الجيد ده، وبنشكر النادي الاهلي على الاستضافه الحلوه ديت. الحمد لله مهرجان نجح بكل المقاييس، وان شاء الله تشوفوا براعم كويسه باذن الله لمنتخب مصر باذن الله. كل العالم بيتبع الاسلوب دوت، لان فعلا اللعيبه لما بتبقى ما فيش ضغوط عليها بتطلع افضل ما عندها، والحمد لله في مواهب طالعه كويسه في كل الفرق الحمد لله. انا محمد مجدي، لعيب الشمس، مواليد 2007، الشهير بميسي ومثل الاعلى ميسي. اسمي ياسين محمد مصطفى، وكابتن فريق نادي الشمس، ومثل الاعلى كارفغان. بنحب نشكر منطقه القاهره
على التنظيم كويس جدا 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 للبطوله، تعبوا كتير معانا. نحب نشكر النادي الاهلي، وفر امكانيات كتيره جدا لينا. نشكر طبعا القناه، عملت مجهود جامد معانا في التصوير طول الفتره. الحمد لله كانت فايده كويسه للولاد، الولاد استفادوا، والحمد لله ان شاء الله توافقهم في الفتره الجايه ان شاء الله. الحمد لله احنا ما بنحاولش نضغط على الولاد، انا مهم عندي ان هم يتعلموا كوره، يلعبوا كوره كويس، يبقى شكلهم كويس. والحمد لله انا عندي كذا ولد الحمد لله يمكن كانوا مترشحين فتره فاتت لمنتخب القاهره، والحمد لله عملنا موسم كويس الحمد لله. الموسم كويس والاولاد بتوعنا عملوا موسم كويس، واحنا قدرنا ان احنا من اول سنه نحط نفسنا في الترتيب، وبصراحه كان دوري ممتاز. ونشكر النادي الاهلي ونشكر المنطقه على المهرجان الجميل ده، ومستني ان شاء الله من الاولاد احسن باذن الله مننا، والحراس بتوعي برضه عملوا موسم جميل، ونتمنى منهم ان شاء الله اداء احسن الموسم الجاي. علي اشرف حسن، مركز دفاع باك شمال، مثل الاعلى ابو تريكه، وبلعب في اكاديميه سموحه. يلا. عمر ايمن، بلعب في اكاديميه سموحه، ومثل الاعلى حسام عاشور. احمد نظمي، مدافع، بلعب في نادي سموحه، ومثل الاعلى محمد صلاح. كارلوس ابراهيم، هاف شمال، ونفسي اكون زي بيل. انا اسمي يحيى محمد، بلعب بكره مثل الاعلى نيمار. انا بلعب جون اسمي ابراهيم وليد ابراهيم، ومثل الاعلى الحضري. اكيد كان يوم حلو وجميل كمان، ونشكر النادي الاهلي والمسؤولين داخل النادي الاهلي على احتضان هذه المهرجانات كمان وتوفير الملاعب. النادي الاهلي دايما بيوفر الملاعب بتاعته لمنطقه القاهره لاحتضان هذه المهرجانات. كمان محمد صلاح ما شاء الله عامل حاله ايجابيه وكبيره داخل قطاعات الناشئين كلها في مصر، وبالتوفيق دايما لمحمد صلاح. هروح لتقرير مهم، وعلى مسؤوليتي الشخصيه، دايما النادي الاهلي عندنا لعيبه موهوبين داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، عندنا منجم ذهب، عندنا فعلا لعيبه ان شاء الله هتكون موجوده في الفريق الاول قريب. وكمان نجمنا النهارده هو من 2006، من اللاعبين اللي شاركوا في بطوله دبي الدوليه، وما شاء الله ظهر بمستوى مميز وتالق في هذه البطوله، هو اللاعب ياسين العزبي. نشوف تقرير مع ياسين العزبي ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. ياسين العزبي، كابتن فريق النادي الاهلي، مواليد 2006، بلعب بلاي ميكر. انا دخلت النادي بالصدفه، بابايا كان جايب اخويا عنده 5 سنين، وانا كان عندي 3 سنين ونص. فكنت انا بنطط بره، كابتن عبد النبي عاشور شافني، فراح كلم بابايا، قال له هو انت ما دخلتش الولد ده ليه؟ فبابايا استغرب وقال له لا، الولد ده لسه عنده 3 سنين ونص. فراح قال له دخله، فدخلني مع 2005، بقيت بشارك في البطولات. كابتن محمد حافظ كان هو المدرب، وكابتن عبد السلام، فكنت بشارك يعني في ماتشات. فبابايا ما كانش مهتم بيا، كان مهتم باخويا بس. في الاخر يعني اخويا ما كملش، انا اللي كملت. طبعا اتعلمت الروح، القلب، واللي انا لما البس الفانيلا بتاعت النادي الاهلي ما ينفعش اطلع من الملعب غير وانا كسبان. طبعا هو اصحاب فضل كبير عليا، كابتن تامر حفني، وكابتن جمال السيد، وكابتن فتحي مبروك. طبعا احنا اول ما رحنا نزلوا مرنونا يوم، فكابتن فتحي مبروك وكابتن جمال مرنونا، وكابتن سراج، لما كابتن محمد سراج او دكتور محمد سراج لما شافنا عجبوا لعبنا واحنا بنتمرن، وقال لنا انتوا ان شاء الله هتاخدوا البطوله دي. الحمد لله احنا ما خسرناش ولا ماتش، هو احنا تعادلنا بس مع انبي، وفي ماتش الجزيره ربنا ما كانش موفقنا الحمد لله، بس احنا يعني كنا كويسين، تعادلنا برضه. هو الصراحه اصعب ماتش كان ماتش سيلتا فيجو. احنا اول تقريبا 5 دقايق كانت 2-0 ليهم، فاحنا يعني احنا داخلين الماتش 2-0 ليهم، فانت المفروض تبقى خايف. بس الصراحه كابتن جمال السيد، كابتن فتحي مبروك، وكابتن محمد سراج كانوا بيقولوا لنا ما تخافوش، وكانوا واقفين جنبنا. هو انا تقريبا 24 ساعه في النادي، انا اخويا بيتمرن ووتر بولو، فانا بخلص التمرين وبروح اتغدى، او يعني بنتغدى هنا وبعدين احضر مع التمرين. دكتور عمرو ابو المجد وكابتن تامر حفني اختاروني انا وزميلي شهاب عشان نمثل مصر والنادي الاهلي في بطوله روسيا. انا مثلي الاعلى طبعا كابتن محمد صلاح، جوه مصر ناصر ماهر، كابتن ناصر ماهر دلوقتي.
الحاجات المميزه في كابتن ناصر ماهر اللي هو عنده قلب وروح النادي الاهلي ويقدر يلعب في الزنقه وبيلعب انفرادات حلوه. بعد ما جبت هدفي في سيلتا فيجو الصراحه كنت نفسي نعوض، كنت بقول لهم العبوا رجاله وربنا يكرمكم. انا طموحاتي ان انا ابقى لاعب كبير في النادي الاهلي طبعا في الفريق الاول. بابا وماما دايما بينصحوني ان انا العب راجل واعمل اللي عليا وربنا اللي هيكرمني. لعيب النادي الاهلي لازم يكون عنده روح واصرار ويعرف اللي هو لازم يكسب ادم لبس فانيلا بتاعه النادي الاهلي. لا احنا بنقعد مع بعض كلنا مش بنتقسم مجموعات. انا لما مثلا بلاقي ناس متقسمه مثلا اربعات وخمسات لا بقول لهم تعالوا لا لازم نقعد مع بعض لازم احنا كلنا كفريق. ما فيش حاجه اسمها مجموعات اصحاب ودول مش اصحابي. انا ككابتن بقول لهم لازم نركز لازم نكسب كله يعني ما تمسكش موبايلات كتير. لو مثلا لقيت واحد بيلعب بلاي ستيشن كتير اكلمه اقول له اقفل انت بقالك كتير بتلعب مثلا مش هتعرف تركز يوم بكره. كابتن وسام حسني طبعا بيجيب النور على اللعيبه اللي في قطاع الناشئين وبيهتم بيهم. وشكرا كابتن وسام حسني اللي هو استضافني في برنامج الاجبار. افتكروا معانا الاسم ده ياسين العزبي مواليد 2006 ان شاء الله بعد سنوات قليله هتلاقوه موجود ان شاء الله في الفريق الاول. كل التوفيق طبعا لياسين العزبي وكل زمايله في 2006. هنروح دلوقتي للقطات ممتعه مع افضل لاعب في العالم ميسي لكن وهو ناشئ، وبعديها هروح لفاصل، وبعد الفاصل هستقبل ضيفي اللي مشرفني منورني النهارده كابتن هشام حنفي نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. حضراتكم من جديد وبرحب بضيفي اللي مشرفني منورني النهارده كابتني طبعا كابتن هشام حنفي نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. ازيك يا كابتن هشام؟ الحمد لله يا كابتن اسامه، يعني تحياتي ليك واسره البرنامج، واكيد بتشرف انك تكون معاك ان انا اكون معاك يعني وزمنا بعض عشان تعرف بس مش تعرف الروح الفانيلا الحمراء على طول دايما. والله قعدت افكر البس ايه يعني دي حقيقه فعلا بجد قعدت افكر، فالحمد لله يعني ايه اسهل لون اللون الاحمر اسهل لون دي حقيقه يعني الناس بتحبك يعني تحب دايما تشوفنا واحنا باللون الاحمر دي حقيقه
والواحد بيبقى بيعيد ذكرياته وهو اكيد بالتيشيرت الاحمر او اي حاجه لابسها حمراء، بتبقى يعني تدينا روح كده بايام زمان، بالانتصار بايام زمان يعني. طب واحنا بنتكلم بقى عن روح الفانيله الحمراء ومش شعار يعني، ده حقيقه، ده حقيقه فعلا. وكان فيها خيره مباراه الاهلي والاتحاد السكندري، وفي الدقائق الاخيره وفوز النادي الاهلي بنتيجه 2-0 وحسم اللقاء. عشت انت اللحظات دي بتاعت الثواني الاخيره واللحظات الاخيره دي يا كابتن هشام؟ عشتها كتير، عشتها فعلا كتير يعني. هي دي موروثات من زمان يعني، من قبل ما اطلع الفريق الاول، وهي الروح دي موجوده، وهي دي سمه لعيبه النادي الاهلي وسمه النظام داخل النادي الاهلي او المنظومه الرياضيه داخل النادي الاهلي في كل الالعاب يعني، بجانب الكوره والسله واليد والطايره، كل الالعاب الرياضيه اللي في النادي الاهلي دي يا كابتن اسامه بتبقى روح انت يعني بتكتسبها من زمايلك ومن اللي قبليك. فانا اول ما طلعت الفريق الاول، لا كلنا يعني ما شاء الله الفرقه كلها كانت ما شاء الله عندها روح قتاليه عاليه جدا. ازاي تحول الهزيمه لانتصار، ازاي انك تلعب لاخر دقيقه مع صفاره الحكم، كل الحاجات دي احنا عشناها واحنا صغيرين، واعتقد انت عشرت اللحظات الكبيره والجميله دي كتير في النادي الاهلي. هاجي لها بقى وانت مسؤول دلوقتي يعني داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، واكيد الخبرات دي بتنقلها بقى للاعيبه داخل القطاع. عايز بقى ارجع معاك شويه ونرجع بالذاكره بقى، وانت ناشئ داخل النادي الاهلي، دخلت النادي الاهلي انت كابتن هشام؟ انا دخلت وانا عندي 11 سنه يعني. 11 سنه 11 سنه في النادي الاهلي، وكان عن طريق طلع في نادي الصيد انا وحازم امام ولعبنا ماتش ودي مع نادي النادي الاهلي عندنا في نادي الصيد ساعتها. وجي كابتن ابراهيم عبد الصمد يعني قال لي كابتن مصطفى ابو جابر رحمه الله عليه يعني في نادي الصيد، احنا عايزين اثنين لعيبه دول. هو حازم كان حازم امام، فما كانش حد عارف ان هو حازم ابن حماده امام رحمه الله عليه يعني، وهشام حنفي. ففعلا يعني الحمد لله قدرنا نمشي في الموضوع لغايه لما انا لعبت في النادي الاهلي. قعدنا ندور على حازم، فكل ده يعني قلت لكابتن ابراهيم، يا كابتن ابراهيم ده حازم حماده امام. قال لي يا نهار ابيض، صعب جدا العمليات، صعب جدا جدا يعني، فما ينفعش يعني. فمن ساعتها رحت النادي الاهلي وانا عندي 11 سنه. يعني اللي اكتشفك كابتن ابراهيم عبد الصمد. كابتن ابراهيم عبد الصمد دي حقيقه، هو اللي اختارني وهو اللي اصر، مع اني رحت الاختبارات على فكره يعني، انا ما اتخذتش من النادي على الفريق، انا رحت اختبارات النادي الاهلي وكان موجود فيها طبعا عمالقه وهم قاعدين بيتفرجوا علينا، كابتن احمد ماهر رحمه الله عليه كان رئيس جهاز الكوره، وكابتن ابراهيم عبد الصمد كان مدرب الفريق، وكابتن مصطفى يونس كابتن رمضان السيد، كابتن حسام بدري، كل دول كانوا موجودين يعني. ولفت النظر انا وانا صغير كتير يعني، انا كان يعيبني يعني ان انا جسمي كان صغير عن كده كمان. فقالوا لا ما ينفعش، كابتن ابراهيم اصر ان انا ابقى موجود في الفرقه يعني. اول بقى اول سنه او اول مباراه بدات تصعد بقى الفريق الاول، اكيد دي ذكريات ما تقدرش تنساها طبعا. طبعا اللحظات الاولى من الناشئين في الفريق الاول. بص اصل انا اتصعدت مرتين. اول لحظه كانت كان عندي 17 سنه وقتها. انا مش فاكر كانت سنه 91 91 او 90 91 الموسم دوت. كان الموسم ده كان ساعتها الدوري كان موقوف كابتن جوهري وكان معانا احنا مستر فايتسر، فهو كان تعرف هو اللي فرق معانا ايه يا كابتن اسامه، ان احنا كنا بنتمرن في الجزيره في التتش. فده اللي فرق ان كل الفرق موجوده بتتمرن تحت عين المدير الفني الكبير اللي هو كان قريب، فانت بتتمرن فالناس بتتفرج عليك. فانا اللي صعدني ساعتها في التوقيت ده مستر فايتسر. فهو لما صعدني 17 سنه بشوف نجوم كبيره قوي يعني، يعني ما انت كنت بتتمنى بس تسلم عليهم. كابتن خطيب، كابتن طارق وزيد، كابتن علاء ميهوب، كابتن اكرامي، كابتن ثابت، كابتن صفوت عبد الحليم رحمه الله عليه، كابتن ربيع ياسين، نجوم الفريق الاول اللي انت دايما بتحلم انك تبقى، انت مش مصدق انك هتطلع تتمرن تمرينه معاهم. فدي وانت عندك 17 سنه. فطلعنا في الفتره ديت، بعد كده رجعت تاني ناشئين، اتصعدت بالفعل بقى امتى؟ مع الان هاريس اول سنه كان عندي 19 سنه. فدي بقى اللحظه اللي هي تم اختياري، كنت راجع منتخب اولمبي وراجع منتخب، كان عندنا دوره الالعاب الافريقيه ورجعت، وهو ما فضلوا ان احنا نبقى موجودين في الفريق الاول. فهو اتفرج دي الانطلاقه بقى، دي الانطلاقه، دي الانطلاقه الفعليه فعلا مع مستر الان هاريس يعني. طب دلوقتي بقى انت خلاص غيرت الكارير، من ابتديت الاول مدرب، دلوقتي اصبحت نائب رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي مع كابتن فتحي مبروك. العمليه اسهل ايه، تدريب ولا العمل الاداره يا كابتن هشام، وانت يعني مريت بظروف هنا وهنا؟ لا التدريب، تدريب التدريب يعني فيه متعه، في في حياتك الكرويه كلها انت بتنقلها بشكل كبير جدا للعيبه يعني. انت بيبقى ليك دور كبير جدا جدا في تحفيز اللعيبه، في تمرينهم، في تطوير ادائهم، كل الحاجات دي من خلالك، لان كل واحد بيبقى ليه دماغه،
كل واحد ليه فكره، كل واحد ليه أدائه. انت في القطاع في الإدارة بيبقى انت ما بتجيش تقول للمدير الفني اعمل ايه وسوي ايه، انت عينك على الفرقه كلها، عينك على الفرقه كلها، بتشوف احسن العناصر مع المدير الفني، بتختاروا احسن عناصر اللي هم يقدروا يطوروا. فاكر الهدف ده الاول؟ طبعا، ما ده دي بداياتي، دي يعني بدايات، دي بداياتي طبعا. طبعا لا يعني لن انساها، لان في الفتره دي انا طلعت قبل الماتش ده لعبت 16 مباراه مع الفريق الاول، كنت طالع الحمد لله كويس قوي، بس دي اللي اثرت مع الجمهور، دي اللي علمت بشكل كبير جدا جدا مع جماهير النادي الاهلي ومع اداره النادي الاهلي كلها يعني بالكامل. يعني كان ليا دور بشكل كبير في المباراه دي، وكان تحديدا قبل النهائي، وانك تحرز هدفين انا ما كنتش مصدق نفسي، خلي بالك انا فعلا عيطت، لان مش مصدق نفسي ان انا ممكن في يوم زي ده ان انا اجيب هدفين، يعني كان بالنسبه لي حاجه كبيره. ده طبعا الراحل العظيم الكابتن صالح سليم رئيس يعني النادي الاهلي، يعني طبعا حاجه انا اتشرفت ان هو يعني حضرني وثلاث مرات اتكلم معايا يعني بصفة شخصية، ودي كانت حاجة يعني كبيرة جدا جدا بالنسبة لي يعني، ولن أنساله يوم ما رجعت من الإصابة. يعني كل المجلس كلمني، ومش قادر أقول لك يعني مكالمته، مكالمة كابتن حسن حمدي، مكالمة كابتن محمود الخطيب وهو موجود، حاجة دي فرقت معايا وأنا في ألمانيا بعمل عملية بعد طبعا التألق الكبير دوت يعني. فيعني ما انساش اللقطات الكبيرة دي يا كابتن حسين. طبعا نرجع بقى لقطاع الناشئين والتولي المسؤولية، يعني مع كابتن فتحي مبروك ما شاء الله على الأرض الواقع محققين انجازات رغم لسه عدم انتهاء الموسم. ما شاء الله 2001 حسم البطوله باداء قوي قبل انتهاء البطوله بثلاث اربع اسابيع، نفس الكلام فريق 2000 برضو سوبر منطقه القاهره حسم البطوله قبلها بثلاث اربع اسابيع، وفي الطريق جايه بطوله الشباب 97. شايف الانجازات دي على ارض الواقع ازاي يا كابتن هشام؟ لا هي يعني بص، كل سنه بيبقى ليك انتيازات ونجاحات، بيبقى في اخفاقات طبعا ساعات وارد كتير جدا جدا بسبب التصعيد اللعيبه للسن الاكبر، ودي السياسه اللي احنا ماشيين بيها يعني كلنا في القطاع من خلال كابتن محمود الخطيب، ان هو المسؤول عن الكوره، هو المشرف على الكوره كلها. فلا تتخيل ان كابتن الخطيب ما بيسيبش لحظه الا ما بيسال على اللعيبه كلها وهم صغيرين وهم كبار. يعني ده 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 دي ترتيب الفرق، ده ترتيب يعني الفرق كلها، ترتيب الفرق. ده دوري 2001 ما شاء الله النادي الاهلي حسم البطوله برصيد 81 نقطه من بدري، رغم ان البطوله دي كانت الاصعب، يعني يعني السن ده الاصعب كانه دوري ممتاز بالظبط، حقيقي ده حقيقه. يعني سن من هيبقى هم دول مستقبل الكره في النادي الاهلي، انت عندك لا يقل عن 13 لعيب ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يحفظهم ويبعد عنهم الاصابات. هيكونوا اضافه قويه جدا جدا للنادي الاهلي في الفريق الاول، يعني لو بيتم كمان تصعيد منهم لعيبه للفريق الاول، بنشوف حراس المرمى في الفريق الاول النهارده عربي بدر بيشارك، لسه كنت هقول لك شادي رضوان يعني. والنهارده ما شاء الله كمان شادي كان معانا مداخله مع كابتن ربيع السين مدير الفني للمنتخب الشباب، سبع لاعبين من النادي الاهلي في منتخب الشباب، دي حقيقه يعني سبعه، وانا اعتقد ان كابتن ربيع كمان يعني حاطط عينه على لعيبه كتير جدا جدا على مستوى الجمهوريه بالاخص النادي الاهلي. النادي الاهلي ما شاء الله عنده قماشه كبيره جدا وقماشه مواهب، بجانب ان هم يعني يعني ايه، ما في ناس يقول لك ايه دول، هم دول لعيبه الجيل اللي هم اقوياء بينفذوا الاسلوب القططي في الملعب التكتيكي في الملعب، لكن لا انت كمان عندك مواهب كويسه في الملعب، يعني كمان عندهم موهبه كبيره جدا يا كابتن اسامه، لعيبه كبيره بتحس انك بتتعامل مع سن كبار مش صغيرين. زي ما بقول لك وباكد عليك ان اللعيبه دي بجانب عربي هيكون ليهم شأن كبير جدا جدا مع الفريق الاول. طيب وانت بتتكلم بقى وانت خارج من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ومتربي جوه النادي الاهلي، فعلا عندنا وانت دلوقتي مسؤول عندنا ناشئين فعلا ان شاء الله يشيلوا للفريق الاول وبعد كده يكونوا موجودين في الفريق الاول في النادي الاهلي؟ طبعا طبعا، من بدايتهم من 2001 يعني في 2002 في محمود الباك رايت طبعا محمود صابر، وده في منتخب مصر مع كابتن ربيع ياسين، ده برضه متصاعد مع 2000، واحمد سيد عبد النبي برضه باك رايت في 2002 متصاعد مع 2001 ومتصاعد مع الكابتن ربيع. انا حفظت جميع اسماء اللاعبين في قطاع الناشئين، حتى البراعم عارفهم كلهم، لسه مش قوي بس عارفهم كلهم، كل الفرق حفظت كل اللاعبين في الحقيقه، يعني هم لعيبه تستاهل انك تحفظ اساميهم لان هم مستقبل النادي الاهلي، هو ده دورنا ان احنا نبقى ازاي نفرغ لعيبه ونصعد لعيبه للفريق الاول، هو ده الاهم بالنسبه لنا النادي الاهلي، يعني انت بتتكلم في يعني مستقبل وحاضر وكل حاجه، يعني هو ده النادي الاهلي يعني. وده الخبر معانا طبعا من البوابه، اختيار سبع لاعبين من النادي الاهلي لمنتخب
الشباب. طبعا بقول لك ده كمان في اكتر من كده كمان يعني ما شاء الله في لعيبه اكتر من كده المفروض يكونوا موجودين مع كابتن ربيع. بس كابتن ربيع ليه رؤيه بيقسم، هو بيقسم دايما اللعيبه اللي تبقى متواجده في كل فتره فهو دايما ممكن يبقى مره ثلاثه ممكن يبقى اربعه ممكن يبقى سبعه كان قبل كده 11 فهو بيقسمه. واعتقد ان المراحل النهائيه اعتقد هيبقى النادي الاهلي ليه شكل كبير جدا وشأن كبير جدا في اللعيبه ان شاء الله. تمام. وانت بتتكلم في كلامك قلت كنا بنشوف الكابتن محمود الخطيب دايما واحنا صغيرين في الجزيره ومثله قدوه، شايف بقى دلوقتي وانت مسؤول وكابتن محمود خطيب الزيارات المتكرره دايما لقطاع الناشئين في النادي الاهلي ازاي؟ انا بقول لك دي حاجه بالنسبه لي انا مبسوط بيها جدا لان احنا واحنا في التتش كان انت اوريدي موجود عند الناس كلها فيعني الفريق الاول موجود بيتفرج عليك، المدير الفني موجود بيتفرج عليك. النهارده يعني فرق المسافه فرق طبعا للفرع في مدينه نصر وللتتش كل الناس موجوده فيه عشان يجي بنفسه المدير الفني يتفرج عليك، الامور صعبه جدا بتبقى صعبه انت عارف السكه والزحمه والمشوار وهو بيبقى مركز مع الفريق الاول اكتر فاللي بيعمل مجهود ده كبير قوي الكابتن محمود الخطيب بنفسه. فدي انا بالنسبه لي يعني ساعدني جدا لان يعني رئيس النادي وفي نفس الوقت هو المشرف العام على الكوره على الكوره كله على قطاع الكوره ونجم كبير يعني الناس كلها بتتمنى تتصور معاه وتتكلم معاه وتناقشه، فان هو يبقى موجود بنفسه ويتابع الفرقه اعتقد ان دي حاجه كبيره. بص دي احد المحاضرات مع الكابتن الخطيب في النادي نصايح ودايما متواجد دايما هو اللي بنفسه. عشان كده بقول لك كابتن اسامه دي قلمه لما تلاقيها في حد يعني لما يكون نجم فعلا مسؤول ومشرف على قطاع الكوره بنفسه هو اللي بيجي دي حاجه كبيره جدا جدا فاعتقد ان اللعيبه لازم تستفاد بده اللعيبه نفسه. واحنا بنتكلم يعني كابتن فتحي على طول دايما بيتكلم على اللعيبه ان ازاي ان انت تاخد المثل الكبير ده القدوه ان يبقى موجود ويجي يسلم عليك وبيجي يتكلم معاك ويبقى عارف. على فكره كابتن خطيب عارف تفاصيل التفاصيل يعني في تفاصيل يعني مش هقدر اقول لك عليها يعني بجد هو عارفها. انا كنت بتفاجئ ان هو عارفها. خلي بالك انا يعني ببقى سعيد جدا لما بشوف طبعا في ماتشات الفريق الاول واشوف لعيبه من ناشئين النادي الاهلي. طبعا كل اللعيبه الثانيه بتادي بنفس القوه يعني علي معلول ده وهو بيلعب تحس ان هو خارج من قطاع ناشئين النادي الاهلي بالروح بتاعت الفانيلا الحمر. لكن ببقى سعيد لما بشوف شريف الكرامي والشناوي ورامي ربيعه وحسام عاشور وسعد سمير ومحمد هاني وكريم ندفد وناصر ماهر ورمضان صبحي كل ده قطاع يعني يعني مش عايز انسى وهشام محمد واسلام محارب فده كله خارج من قطاع ناشئين النادي الاهلي. عمرو جمال هو ده بقى كله ومين تاني؟ عمرو جمال وعمرو جمال يعني فعلا عندنا منجم ذهب داخل قطاع الناشئين. دي حقيقه موجود وزي ما بقول لك والله يا كابتن اسامه دي حقيقه. النادي الاهلي انا عايز اطمن جماهير النادي الاهلي كلها ان فعلا عندك لعيبه من احسن اللعيبه اللي هتكون في مصر الفتره اللي جايه هيشيلوا النادي الاهلي لفترات كبيره جدا جدا لان هم كلهم صغار في السن واعتقد ان دلوقتي اللي انت ذكرتهم دلوقتي حالا كل النجوم الموجوده في الفريق الاول يعني مع الخبرات الفتره اللي جايه هم لسه صغيرين خدوا خبرات كبيره جدا يعني انت بتتكلم في ناصر ماهر وعمرو جمال اللي انت قلتهم كلهم عشان ما عيش الاسماء دول خدوا خبرات كبيره جدا وهم لسه صغيرين مواليد 97 يعني مواليد 97. طب وانت بتتكلم بقى عن 97 ما شاء الله 97 خلاص بيقترب ممكن متبقي له مباراه ويحسم الدوري بشكل رسمي. هو حسمها من مباراه المقاصه من ماتشين فاتوا المنافس بتاع ده اللي كان المنافس في الدور الثاني تحديدا. المقاصه كان جاي من بعيد قوي قدر يكسب كل ماتشاته فهو اللي كان قريب كان فارق 10 بونت بس هو كان قريب للنادي الاهلي. معانا الجدول ترتيب فرق دوري الجمهوريه من 97 النادي الاهلي في الصداره برصيد 75 نقطه، مصر مقصه في المركز الثاني برصيد 59 نقطه لكن مصر مقصه متبقي له مباراه عشان يتساوى مع النادي الاهلي فما شاء الله يعني فرق كبير بين خلاص انت حسمت البطوله من بدري اللعيبه فرقت السنه دي موضوع التصعيد يا كابتن اسامه فعلا ده بيفرق اللعيب نفسه خلاص عنده طموح دلوقتي الاول ما كانش عنده طموح النهارده اللعيب بقى عنده طموح ان هو يتصعد لل 97 يتصعد للفريق الاول شايفين ان في لعيبه من 2001 بتصعد مع الفريق الاول ده بيدي حماس وبيدي ثقه زايده للعيبه انها تبقى متواجده بشكل كبير جدا مع الفريق الاول وان هم يبقوا عندهم دلوقتي الطموح ان يبقى متصاعد مع الفرقه الاكبر فكل واحد عايز بدل ما بيلعب في فرقته عايز يبقى في الفرقه الاكبر طبعا لان هو شايف ان هو الدنيا قربت هو حاسس ان الدنيا بقت قريبه وحاسس ان اللعيبه الصغيره دلوقتي هي اللي بتلعب في الفريق الاول هي شايله الفريق الاول كمان يعني طب شفت السياسه اللي بيتبعها النادي الاهلي هي عمليه الاعارات بقى النهارده ما شاء الله في اعارات ناجحه على ارض الواقع عمار حمدي الاتحاد السكندري ما شاء الله يعني متالق مع الاتحاد السكندري كمان متالق يعني مع منتخب مصر وهينضم كمان المنتخب الاولمبي ما شاء الله برضو عندنا في جونه في اعارات مهمه جدا طبعاً. احمد حمدي احمد ياسر ريان عمرو سعداوي
اكرم توفيق الجزار ما شاء الله انا مش عايز انسى حد بس يعني في لعيبه مميزه في عندنا كريم يحيى في كريم يحيى في سموحه سموحه فما شاء الله على ارض الواقع كمان في احمد يحيى او احمد حاتم في احمد نجوم حاتم في نجوم اف سي نجوم اف سي باك ليفت صح شايف السياسه دي اللي بيتبعها النادي الاهلي ازاي دي في صالح النادي الاهلي يعني دايما النادي الاهلي لما بقى ليه رؤيه او بيفكر في حاجه لمصلحه النادي الاهلي او مصلحه اللعيبه المصريه بالكامل ان ده في النهايه هو هيفيد منتخب مصر وهيفيد هيفيد الانديه المصريه وهيفيد النادي الاهلي الاول المستفيد الاول في الكوره ان انا بيبقى عندي اعراض اقدر استفاد منهم في اي وقت اي حد بيرجع النهارده شايف ناصر ماهر لما لعب وخد الفرصه بشكل كبير هو وكريم نيدفيد النهارده بقى هم اساس اللعب في النادي الاهلي فدي حاجه انا شايفها ان بتفيد اللعيب بدل ما يبقى النهارده هو مقتصر لعبه على القطاع الناشئين وعلى الفرق اللي في الدوري طبعا الدوري الناشئين طبعا مش زي الدوري الفريق الاول لا طبعا لا وخبرات اكتر خبرات وفرق منافسات بشكل كبير جدا 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 فالنهارده لما انت تطلع لعيب صغير في السن ان يبقى بيلعب على المستوى الكبير دي خلاص بتدي له ثقه وبيرجع خلاص يعني انت شايف النهارده ما شاء الله عمار حمدي يعني عامل ازاي يعني لفت النظر في توقيت صغير جدا 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 بقى في منتخب مصر بقى في رقم واحد في نادي الاتحاد وديك شايف حتى النادي الاهلي يعني ما شاء الله بيسيب اللعيبه بتلعب عادي ما عندهاش مشكله خالص ما فيش اي مشكله خالص وعمار حمدي كان ممكن يجيب جول في ماتش الاتحاد اللي فات مع النادي الاهلي فده ما شفناش مسؤول طلع ولا اي حد داخل النادي الاهلي قال ده عمار واللي بيلعب ضد النادي الاهلي بالعكس طول ما انت في النادي الاهلي دايما بتتعلم عادات وتقاليد ومبادئ النادي الاهلي لما بتلبس اي تيشيرت اي نادي تاني لازم تبقى الولاء بتاعك ليه فالنهارده برضو تحيه لعمار حمدي يعني ان انا بحبه جدا عمار حمدي من اللعيبه الموهوبه فعلا ده دي حقيقه يا كابتن اسامه واعتقد ان كل اللعيبه دلوقتي بقت مثل كبير جدا جدا زي ما اقول لك احنا عندنا كمان لعيبه تانية نفسها تطلع خلي بالك لعيبه كويسه قوي تقدر يعني الانديه تستفاد بيها والنادي الاهلي بعد كده يستفاد بيها بس طبعا انت في اوقات بيبقى عندك قوام للفرقه لازم تبقى موجود بيه يعني لكن ان شاء الله الفتره الجايه هيبقى احسن كتير يعني زي ما اتكلمنا برضو عن 97 واتكلمنا عن 2001 عندنا برضو نجاح على ارض الواقع سوبر فريق 2000 طبعا اللي حقق بطوله سوبر منطقه القاهره وبرضو بطوله قويه مشارك فيها انديه النصر ووادي دجله والمقاولين العرب بطوله قويه ما شاء الله برضو يعني النادي الاهلي حقق البطوله قبل الذهاب اربع اسابيع دي حقيقه ويعني بص زي ما بقول لك كل مدربين النادي الاهلي ما شاء الله عليهم يعني عشان ما انساش حد فيهم كل واحد بيشتغل عارف سياسه النادي الاهلي عارف ازاي يوصل اللعيب ان هو يبقى لعيب بروموسنج للفريق الاول ازاي يبقى يعني بيحافظ على تحقيق البطوله ازاي بيحافظ عليها كمان ما انا ممكن احقق بطوله سنه لكن ما احققهاش بعد كده زي انديه كتير يعني لكن انك تحافظ على بطوله وانك تحقق دايما البطوله عندك اصرار بطوله ده موجود في قطاع الناشئين كله الحمد لله فال 2000 كمان عشان بس اتكلمنا عليهم ابتديت لازم تبقى على 2000 الاول يعني بدايه اول ما ابتديت التدريب في النادي الاهلي ابتديت مع 2000 مع يعني انت اللي حطيت لا خلي بالك لا انا بدات قبل كده كمان مع ال 96 لكن انا رحت ورجعت تاني اشتغلت مع 2000 2000 دي كانت هي بدايتي يعني كانت بدايتي كانت فريق طالع من البراعم بيلعبوا 8 وجول وان انا اخدهم اول مره يلعبوا 11 لا كانت الامور صعبه جدا جدا وعانيت بشكل كبير لكن في النهايه حققنا فريق للنادي الاهلي عشان كده لسه كنت هكمل لك النقطه دي تحديدا ان مواليد 2000 هو اللي دايما يعني بيفرغ لل 99 و 97 احسن لعيبه ما شاء الله يعني قوام الفرقه هنا وال 99 و 97 من الفريق 2000 وال 2000 عندك ما شاء الله كمان يعني مصطفى شوبير واحمد طارق سليمان مع الفريق الاول على طول يعني فلا في عناصر ما شاء الله عليهم لعيبه كويسه قوي هيبقوا موجودين ان شاء الله تمام وبرده من برامج الاشبال بشكر كل الناس اللي بيتابعونا دايما وبيبعتوا لنا رسائل خلال يعني صفحه الفيسبوك او رسائل شخصيه عن برنامج الاشبال جات لي رساله مهمه جدا دلوقتي حابب برضه اقولها لكم على الهوا من راجل اهلاوي جدا الحاج عبد الوهاب توفيق يعني من السعوديه من الناس المحبه جدا للاهلي بيقول لي برنامجك يمثل اضافه كبيره للقناه والنادي والرياضه بقيمها الراقيه كنت اود ان تشير لواقع التزوير ناشئ المقاولين العرب كلمنا عنها أن تذكر شيئا عن اهتمام نادي المقاولين منذ إنشاؤه بالقيم والأخلاق والروح الرياضية طبعا كل التحية للمسؤولين داخل المقاولين العرب كل التحية للمدربين داخل المقاولين العرب نادي المقاولين العرب صرح كبير قدم لكرة المصرية محمد صلاح نجم مصر الأول وأيضا محمد النني لمنتخب مصر دايما نادي المقاولين العرب لما اتكلمنا لا احنا يعني دايما مشيت بنادي المقاولين العرب ودايما حتى يعني اسهاماته مع منطقه القاهره في توفير دايما ملاعبه للمهرجانات كمان في البراعم ومدارس الكره فلا احنا طبعا من حي المقاولين العرب وحاله التزوير دي لا يعني احنا ممكن تكون من لاعب
لكن ان شاء الله يكون منطقه القاهره وكمان المسؤولين داخل منطقه المولين العرب يعني يتصدوا كمان لهذه الظاهره وكل الانديه تتصدى لهذه الظاهره. كابتن هشام عايز اخذك نقطه برضو مهمه وانت بتتكلم قلت لي دايما كنا بنتمرن جنب الفريق الاول في نادي الجزيره كان دايما في رؤيه دايما قريبين من الفريق الاول. دلوقتي التمرينات والتدريبات ومباريات انتقلت مدينه نصر لكن احنا عملنا تجربه السنه دي لاول مره هي تجربه اذاعه المباريات على الهواء مباشره على شاشه قناه النادي الاهلي. بدانا نقرب الصوره ونعرف مش الفريق الاول لا ده احنا بدانا نعرف كل جمهور النادي الاهلي المواهب الموجوده داخل القطاع. شايف التجربه دي ازاي خاصه كمان ان احنا زعنا لل 97 زعنا لل 99 زعنا كمان لل 2001 مباريات. صح دي حقيقه وال 2002 ماتش الاهلي والزمالك اللي احنا كسبنا فيه. لا تجربه كبيره وناجحه لما يكون عندك قناه كبيره زي قناه النادي الاهلي. قناه رياضيه يعني محترمه. قناه بتقدم يعني اعلام راقي واحترام للناس كلها واحترام لانفسنا الاول قبل ما يكون لاي حد تاني. فدي حاجه كبيره جدا نسبه المشاهده اعتقد انها تتعدى الملايين الكتير قوي 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 في انحاء الجمهوريه وانحاء طبعا اكيد الوطن العربي. فبالتالي لا دي انا النهارده بقيت اتابع حتى لو انا النهارده مش 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 اعضاء مجلس اداره او مش مدير فني للفريق الاول لا ده انت كمان تخلي رؤيه كبيره جدا جدا للانديه اللي في مصر كلها يعني كل الانديه بتتابع دلوقتي اللعيبه كويس بقى في سمسره بيبصوا على اللعيبه كويس قوي النهارده كل يوم عندنا مليون سمسار في النادي عايز لعيبه يعيرهم في انديه ثانيه وبيتكلم بشكل كبير فلا كل الحاجات دي طبعا يعني اكيد طبعا يعني بيفتح لك مجال ان انت النهارده تسوق لعيبتك بشكل كبير فدي اضافه قويه جدا لينا ومبسوطين بيها طبعا اكيد ان اللعيب اصلا اللعيب كمان بيبقى بيسوق نفسه من خلالها فدي تجربه ناجحه وتجربه كبيره واعتقد انها رؤيه لكل الناس يعني تتفق معايا ان كمان الضغوطات اللي بيتعرض لها اللاعب لما بيطلع الفريق الاول بنبدا نحطه فيها وهو في الناشئ حته اذاعه المباريات والضغط والكلام ده ان الناشئ يتعود على الوضع ده دي نقطه مهمه كابتن اسامه ده صح يعني دي فاتتني لكن هي صح انت بتتكلم صح ان هو لما بيجي يطلع في الاول وبيتفاجئ بالجماهير عدد الجماهير الكبيره واذاعه المباراه بيبقى عليه ضغط نفسي وعليه ضغط في الملعب بيبقى عشان كده تلاقيه دايما في اول ماتشاته بيبقى لسه ما اثرش مع الجماهير بشكل كبير لكن لما بتتعود انك انت لا بيتزعلك ماتشات وان بيجي لك جماهير وان بيشوفك يعني رئيس مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره ومدير الفني كل الحاجات دي بتديك ثقه ان انت تقدر تكمل المشوار يعني عايز اروح بقى لحاجه مهمه علاقتك بقى مع الكابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي يعني والله يعني طب بص احنا يعني سهل قوي في النادي الاهلي انك بس قبل ما تجاوب ضحكت ضحكه لا في الاول دايما بيبقى فيه يعني ايه طبعا الـ يعني كابتن مش عارفني انا اول مره اتمرن مع كابتن فتحي خلي بالك اول مره في حياتي من وانا في الناشئين يعني الوحيد اللي ما اتعاملتش معاه كان كابتن فتحي مبروك لا ده انا اتعاملت معاه كتير انا اتعاملت معاه كتير وانا لاعب في فريق الشباب في النادي الاهلي ومرني فتره كبيره وحضرته كمان وهو في الفريق الاول في وقت صعب مع لما ربنا كرمنا في كاس مصر وخدنا كاس مصر سنه 2003 كان هو المدير الفني في الوقت ده كمان لا انا اتمرنت مع كابتن في المنتخب مع كابتن جوهر الله يرحمه طبعا اكيد بس شاف المهارات بتاعت كابتن فتحي لا بص مش قادر اقول لك هو طيب جدا جدا طبعا بيتعصب على الحاجات الغلط يعني هو دايما ما بيعجبوش الحاجات الغلط وما بيحبش حد يضحك عليه يعني وانت جيت له صريح ده على الكل عشان الناس تبقى عارفه يعني اي حد يجي له صريح ويتكلم معاه هتلاقيه بيتناقش معاه جدا لكن هتيجي يعني تلف عليه ما بيحبش كده ما خلي بالك بيحب كل حاجه اي واحد بيلعب تنس هتلاقيه نفس الكلام هو عندك حق في دي كمان يعني هو من اللعيبه الجامده جدا في التنس بس كل ما اقول له يا كابتن انت بتتغلب ولا بتكسب بيقول لي بكسب اسال الناس في النادي يقول لك بنكسب على طول كابتن فتحي فانا مش عارف اتفرج عليه ليه بيكسب فهو المفروض ان هو موعدني الماتش هنتفرج عليه مع تامر حفني وعلى يعني عزومه يعني مفروض فتامر حفني كل شويه ياخر الموضوع فقلت له يا تامر انت شكلك كده يا ابن اللذين بتبيعني واضح ان انت هتتغلب قال لي يا ابني انا ما بعرفش العب تنس اصلا فانا لسه مستنيين اللعبه دي لا بس كابتن فتحي لا علاقتي بيه دلوقتي لا الحمد لله يعني انا بساعده في كل حاجه وهو بيديني حاجات كتير جدا شغل كبير جدا بقى يعني الحمد لله يعني بيساعدني فيه بشكل كبير وبيديني اختصاصات بشكل كبير قوي دلوقتي الفتره ديت يعني ودايما بنشوفك على طول موجود في المباريات مع الفرق لو في سفر على طول دايما حتى الكابتن فتحي بيوزع المهام ما بينك وبينه دي حقيقه بقى ليه هو مثلا موجود في السويس مع فرق
كابتن هشام موجود في اسكندريه، موجود في القاهره، دايما بتتابع الفرقه يا كابتن هشام. دي من يعني فعلا انا وهو بنقعد مع بعض نقسم نشوف مين اللي يقدر يروح هنا ويقدر يروح هنا، لان انت لازم متابعه، لان في النهايه في تقييم يا كابتن اسامه للفرقه. احنا مش موضوع بنشتغل كده وخلاص، يعني هو موضوع ان في تقييم وفي لعيبه المفروض يتعملها عقود، مين وطبعا اللعيبه اللي هتستغنى عنها النادي الاهلي الفتره اللي جايه، ممكن يبقى لهاش ليها نصيب دلوقتي في الفتره ديت، ما هي مرحله، ممكن يبقى هو اخره في المرحله دي مع النادي الاهلي. النادي الاهلي بيبقى دايما عايز اللعيب اللي هو يقدر يتحمل الضغوطات، يقدر يتحمل بطولات، يقدر ان هو يحقق لك بطوله. انت كل اللعيبه دي انت محتاجها. لو انت النهارده اللعيبه دي ما حققتلكش المهام دي او الاختصاصات دي او الحدث ده، انت مش هتقدر تكمل، خلاص مش هتقدر. ما هو واحد وصل لمرحله مثلا 20 سنه وما بيقدرش ياخد بطوله مثلا او ما حققش مثلا في حياته انجازات كبيره، هتعمل ايه طيب؟ ما اعتقدش ان هو هيكمل الفريق الاول، ما يقدرش، ما ينفعش. فهو بيبقى مرحله، فانت لازم يبقى في تقييم فني، وطبعا اكيد سلوكيا قبل ما يكون فني وماديا. يعني لازم دايما دايما عينيكم على الفريق الاول، يعني طبعا. دايما في كل كلامك كابتن هشام دايما بتقول الفريق الاول، الفريق الاول، الفريق الاول. يعني اول حاجه الفريق الاول، ثم بعد كده تاتي البطوله داخل قطاع الناشئين. يعني مش الاولويه ان انا اروح للبطوله وعايز اخد البطوله، وزي ما بنشوف برضو عمليه التزوير والتسنين عشان نادي او فريق يحقق بطوله، دايما هدف النادي الاهلي هو الفريق الاول، بيصنع لاعب للفريق الاول. احنا اتربينا على كده، يعني انا اتربيت في النادي الاهلي، بقول لك كان عندي 11 سنه اول ما جيت، لا اتربيت دخلت الفرقه على طول بتكسب كل الماتشات، عايزه تكسب تاخد بطوله، بس كان بروح حلوه وبمنافسه شريفه ما كانش فيه غلط، ما كانش فيه اي حاجه. فالواحد اتعود انه لا بيكسب تقدر عليك، وفي النهايه النتيجه بتاعت ربنا، انت مش هتكسب كل حاجه فضل. لكن اعمل اللي عليك، الناس تبقى حاسه ان انت عملت اللي عليك واديت بشرف، ربنا هيكرمك دايما، ربنا هيكرمك لو انت بتادي بشرف. فده اللي حصل. فانت النهارده لا، انت بتحقق انك تحقق اللي انت اتعودت عليه من صغرك، ان انت ازاي كافحت واصريت انك تبقى موجود مع المدربين اللي ساعدتك في حياتك عشان توصل لحته معينه. الحته دي بتحقق انجازات على مدار كتير جدا جدا. انا حققت بطولات كتير مع النادي الاهلي، هو ده الرصيد بتاعي. كم بطوله مع الفريق؟ انا محقق حوالي 20 21 او 22 بطوله، مش فاكر يعني، هي 20 يا 22 اقصى حاجه. ما بينهم بقى كاس مصر، ما بينهم دوري عام، ما بينهم افريقيا، ما بينهم بطولات عربيه، سوبر هنا وسوبر هنا وسوبر هنا. البطوله الغاليه اللي عند هشام حنفي ما يقدرش ينساها، الافريقيه طبعا. بطوله افريقيا، الافريقيه طبعا اكيد، واول دوري، واول دوري، اول دوري طبعا. كان بعيد عنك يا كابتن اسامه، كان بعيد عنك بفرق 11 بوند. ده كان سنه كام ده؟ 94 95 94 95. يعني 94. كان نفس الظروف اللي احنا بنعيشها الفتره دي، كان فرق كام بونت؟ 11 بونت. كان فرق يعني. كان ساعتها نقطتين، الماتش كان بنقطتين فكان 11 بونت، وان انت تعود قبل الدور الثاني كان فاضل لنا اربع ماتشات والدور الثاني كله وتحقق البطوله بسبعه بونت، لا ده انا طلعت في وسط جيل يعني ما لا قوي جدا جدا جدا. ازاي يحققوا يعني روح الفينال الحمراء مش شعار، ده حقيقه، حياه بالارقام وبالتاريخ. يا جماعه والله احنا بنتكلم كلام احنا مرينا بيه على مدار التاريخ، وانت لو انت قعدت تتكلم وانا اللي بسالك هتقول لي برده نفس تاريخك ده يا كابتن اسامه. فده يا جماعه حقيقه موجوده بسجلات مش بكلام، احنا مش بنتكلم وبس، لا دي حاجات موجوده. مين اللي بياخد الدوري، مين اللي حقق انجازات، مين اللي حقق على مدار التاريخ كله، فلا حاجات دي مسجله. يعني عايز اسالك بقى عن نقطه التنسيق ما بينكم وبين الفريق الاول في تصعيد لاعبين. يعني شفنا ما شاء الله مصطفى شوبير، شفنا حمزه علاء، شفنا عاصم السعداني حراس مرمى بتطلع الفريق الاول، شفنا عربي بدر بيشارك برضو الفريق الاول في مباريات وديه، بيستعين دايما بلاعبين من قطاع الناشئين. كلمني عن التنسيق ده اللي دايما ما بين قطاع الناشئين والفريق الاول. انا زي ما بقول لك في الاول وفي الاخر كابتن الخطيب هو المشرف على الكوره، فده لازم يبقى يعني موجود، بغض النظر ان هو بقى رئيس نادي، لا احنا بنتكلم على مسؤوليته تجاه الكوره، فده لازم يبقى موجود. كابتن محمود طبعا بقيمته وقدره بيبقى عارف من خلال كل حاجه، من خلال الفريق الاول بيبقى عايز مين النهارده، نصعد مين، مين اللي يطلع النهارده، بالتنسيق مع كابتن فتحي مبروك. تمام. وكابتن فتحي بيتكلم معايا على طول، ومن خلال كمان كابتن اكرامي لان هو مسؤول عن حراسه المرمى. حراسه المرمى. فهو اللي بيصعد من خلال كابتن فتحي مبروك، يقول له انا وجهه نظري النهارده مثلا اسامه مكان هشام، هشام مكان اسامه. فكل ده ترتيبات، وفي النهايه بيبقى فيه كوميونيكيشن او وسيله اتصال ما بيننا وما بين الفريق الاول من خلال كابتن فتحي مبروك. تمام. اخيرا بقى وانت موجود معايا، ما ينفعش اسالك عن مباراه بكره المهمه، الاهلي وصن داونز جنوب افريقيا، شايف المباراه بكره ازاي؟ انا شايف النادي الاهلي في حالته، حاله كويسه، الحاله المعنويه العاليه، اللي هو بيلعب كوره لاخر لحظه. فالنادي الاهلي انا شايف ان هو بكره باذن الله يقدر يكسب لنواحي كتير قوي يا كابتن اسامه. ملعب كويس، الجمهور محترم هناك، وانت لعبت في الاجواء دي وانا لعبت في الاجواء دي،
في اجواء كوره يعني، دي اجواء كوره تقدر تلعب فيها بشكل كبير. لعبت انت كتير مع سان داونز الحمد لله، وانا لعبت مع سان داونز كتير، فالنادي الاهلي حافظهم. هم طبعا تطوروا في ادائهم بشكل كبير، لكن مش اللعيبه اللي هم الشرسه في الملعب، مش اللعيبه اللي تخاف منهم، من جمهورهم، من الملعب نفسهم. كلعيبه لعيبه مش مؤذيه في الملعب يا كابتن اسامه، عندهم روح في الملعب. فانا شايف ان النادي الاهلي في حاله دلوقتي معنويه عاليه، حاله فنيه عاليه، في تطوير في اداء الفرقه بشكل كبير جدا جدا، تطوير في اداء اللعيبه بشكل كبير جدا. انا شايف ان الراجل بكره هيلعب يقدر يكسب المباراه بكره ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. ونورتنا، شرفت بيك دايما يا كابتن اسامه والله. في النهايه بشكر ضيف اللي كان مشرفني ونورني النهارده، كابتن هشام حنفي نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. بكره ان شاء الله تحدي مهم وقوي امام النادي الاهلي، مباراه صن داونز جنوب افريقيا، ونتمنى ان شاء الله كل التوفيق للاعبين والجهاز الفني. بالارقام والتاريخ هنفضل احنا ملوك القاره السمراء. اشوفكم الاسبوع اللي جاي مع الاشبال.